صعب. يومنا سؤالها خد الوقت كله، فانا عشان هتضرب بامانه منهم. ادري بيقول انا عملت تحويل معده وللاسف فشل معايا، هل ممكن اصلاحه؟ هل يتم اصلاح العمليه دي عن طريق التحويل؟ يعني حضرتك هتصلحه كتحويل تاني ولا هرجع اعمله تكميم، مع العلم ان سني 51 سنه؟ في نقط، يعني كذا نقطه كده عايزين نوضحها. فشل تحويل المسار في الحاله دي ممكن يرجع لحاجتين، يا اما العمليه نفسها اصلا مش معموله كويس وبالتالي العين اصلا مش هيخس من بدايه الامر، او ان العمليه معموله كويس جدا والمريض ما خدش التعليمات الكافيه ان هو هاو تو بروسيد مع العمليه دي، هاو ان هو يأكمديت مع العمليه دي. يبقى اذا يعني مشتركه ما بينهم، لو ما خسش خالص ده غالبا العمليه مش مظبوطه، واحنا شفنا كتير جدا 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 من عمليات تحويل مسار مش تحويل مسار. انا دخلت صلحت عمليات كان فيها المعده مش مقصوصه، الباوتش مش مقصوصه. النمره الثانيه ابعاد الامعاء المعزوله مش امعاء معزوله بمقاسات دوليه، وبالتالي هناك جزء فني في الموضوع ده. النمره الثانيه لو كان كل ده معمول كويس وانت عامل اشعه مقطعيه كويسه ومعاك يعني حاجه تقول ان انت عملت عمليه كويسه، يبقى اذا لازم تراجع نفسك. يعني اوكي، الحاجتين يمكن اصلاحهم، طبعا يمكن اصلاحهم. تحويل المسار المصغر يمكن اعاده تحويل مسار المعده المصغر، بنعمل حاجه اسمها دايفيرتد من جاستريك باي باس، يعني يعد عمل تحويل مسار معده كلاسيكي على تحويل مسار المعده المصغر دون عزل الوصله، يعني هي حاجه جراحيه احنا بنعملها، او ممكن يعد يعني تحويلها الى تحويل مسار معده كلاسيكي. اوكي، او ممكن حتى اضافه باند او حلقه حوالين المعده. دي نقطه. النقطه الاخيره اللي احنا اللي ترجعنا لنقطه الصفر تاني، ان انت تقصى يعني اقصى حاجه خد بيها خدمه، سواء لازم تروح لجراح محترف في مكان امن. 51 سنه هتلاقي نفسك 51 سنه اكيد اكيد محتاج دقه، محتاج ان دكتور استاذ دكتور شاطر هو يقيس ضغط السكر، يشوف القلب حالته ايه، يعني الموضوع مش قليل. محتاج طبعا عمليات الاعاده لازم ناخد يعني فيها تقصي وتجهيز كويس جدا، لان عمليات الاعاده برضو محتاجه فنيات اعلى شويه من العمليات لاول مره.